الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. أثارت خطط استيراد وزارة الزراعة في العراق بعض محاصيل الخضروات التي تتوفر بكثرة داخل البلاد، أثارت امتعاض التجار والمزارعين الذين أكدوا أنهم استطاعوا تحقيق اكتفاء ذاتي فيها. وقال عدد من التجار إن كمية المحصول الموجودة داخل العراق تسد الاستهلاك المحلي فضلا عن إمكانية تصديرها إلى الخارج، ومع ذلك تصر الحكومة على فتح باب الاستيراد، الأمر الذي تسبب في خسائر كبيرة للمزارعين، مشددين على ضرورة حماية المنتج المحلي إضافة إلى دعم أصحاب المزارع بالأسمدة والمبيدات الحشرية. قال الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في محافظة ديالى إن مئات المزارعين ممن سوقوا محصول الحنطة لموسم 2023 لم يحصلوا على مستحقاتهم المالية رغم وعود السودان بتسليم الأموال خلال 48 ساعة. وأوضح رئيس الاتحاد في ديالى رعد التميمي أن موسم الحصاد وتسويق محصول الحنطة انتهى منذ أسابيع، والمزارعون ينتظرون إطلاق أموالهم التي تصل إلى 34 مليار دينار بذمة وزارة التجارة باعتبارها هي المعنية بتسديد الأموال. كشفت هيئة النزاهة عن إهمال هيئة الاستثمار في كربلاء وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بصدد مشروع متلكئ فضلاً عن هدر للمال العام في أحد العقود التي أبرمتها المحافظة. وذكرت الهيئة أن ملاكاتها رصدت مخالفات وإهمال هيئة الاستثمار في المحافظة بمتابعة مشروع إنشاء مجمع سكني، مشيرة إلى أن نسبة الإنجاز بلغت 14% فقط، وأن الشركة المستثمرة حاولت تسويغ تلكؤها بالادعاء بوجود متجاوزين على الأرض التي ينفذ عليها المشروع، على الرغم من وجود تعهد خطي موقع من قبلها لإزالة التجاوز. أعلن وزير المواصلات والبنى التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو أن بلاده ستبدأ العمل على ممر زنجزور الواقع بين تركيا وأذربيجان مروراً بأرمينيا في أقرب وقت ممكن. وأوضح الوزير التركي خلال منتدى النقل واللوجستيات لمنظمة الدول التركية المقام في إسطنبول أن الجانب الأذربيجاني يواصل العمل بممر زنجزور، وأن أرمينيا أحرزت تقدماً في هذا الصدد، وأكد أن بلاده ستباشر العمل في الممر خلال الأيام والأشهر المقبلة، مشيراً إلى متابعة سير الأعمال من قبل الدول الثلاث. تسارع تضخم أسعار المستهلك السنوي في الولايات المتحدة إلى 3.7% خلال شهر آب الماضي، صعوداً من 3.2% في شهر تموز السابق له. وبعد تراجع التضخم من قمة 41 عاماً المسجلة في شهر حزيران 2022 والبالغة 9.1%، عاد التسارع في تموز الماضي إلى 3.2% ومن 3% في شهر حزيران عام 2023. جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب إحصاءات العمل في الولايات المتحدة في وقت تسجل البلاد فيه عودة في تسارع نسب التضخم للشهر الثاني على التوالي. وقبل الختام إلى أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وإلى أسعار المعادن.
ختام موجز للقاء.